بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ننتهي من الآية ثم نعود إن شاء الله إلى خلاصة المعربات والمبنيات، ثم نعود مرة أخرى إلى الأمثلة إن شاء الله. طيب، قوله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. لو وقفت عليها، هل وقفك هنا صحيح أو وقوفك صحيح؟ لا، خلينا بس بالترتيب. وقفنا عند أبي عمر، السؤال وقف عندك. طيب تفضل يا شيخ. وكلمهم الموتى، وقفت عليها. أنت الآن نحوي ووقفت على هذه الكلمة، هل هو صحيح أو لا؟ نعم. بصرف النظر عن تفسير ومعاني الآية، صحيح؟ طيب، من انتهينا من الأخوة في الصف الثاني، الصف الأول، تفضل يا شيخ. وقفت عليها صحيح؟ وكلمهم الموتى أو وحشرنا. يلا شيخ، هل وقفك صحيح؟ بارك الله فيك. طيب اللي بعده، هاي شيخ، وقفت على الموتى، وقف صحيح؟ طيب ناخذ اللي بعدك، معلش لا بأس، تفضل اللي بعدك. ها شيخ، طيب كذلك أنتم نسيتم تعريف الكلام؟ اي نعم، نحن نحوية، نعم نتكلم عن لا تفسير ولا وقف ابتداء. لحظة شيخ، ترتيب، ها صحيح؟ طيب شيخ، تفضل. ليس صحيح، ممتاز. السبب ممتاز، يعني المعنى ما تم صحيح، ما تم المعنى، متى يتم المعنى؟ حتى تنتهي من الجواب، جواب الشرط. ولو أننا نزلنا، ولو أن زيدا ذهب وسكت، ما تم المعنى، إذن الكلام غير مفيد. إذن من حيث العموم هذه الجملة التي تكلمت بها غير مفيدة. إذا كان غير مفيد أنا لا ألتفت إليه كنحوي، اعتباري نحويا لا ألتفت إليها، حتى يتم المعنى سأتناولها بعد ذلك بالإعراب. إذا المعنى ناقص لن أعرب، هكذا أليس كذلك؟ طيب إذا المعنى لا يتم حتى أقف على ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، هنا ينتهي الكلام فيكون الكلام مفيدا. نعم أستطيع أن أجزئها، أن أجزئها كلمة كلمة، لكن عند الإعراب لا، أعتذر، كمل لي الإجابة، كمل لي الجملة، ثم أشرع بعد ذلك في الإعراب. طيب السؤال عند الشيخ، قوله سبحانه وتعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. احنا وقفنا على تجزئة الكلمات ولو أننا نزلنا، نأخذ أننا مما تتركب، ولو أننا تتركب من إيش؟ فكك لي الكلمة، من حرف واسم. ما هو الحرف؟ أن. أن، طيب الاسم الضمير المتصل، صحيح، ضمير المتكلمين الجماعة، ولو أننا. طيب هذا الضمير الشيخ أهو مبني أو معرب؟ مبني، مبني على إيش؟ مبني على السكون، مبني على السكون، والضمائر كلها مبنية، والأصل دائما في البناء يكون على السكون إلا ما استثني. طيب إذا مركبة من حرف واسم، كيف عرفت بارك الله فيك أن الضمير هنا يعني حكمت عليه بكونه اسما؟ ولو أننا قلت الضمير هنا اسم، ما هي علامته حتى تحكم عليه بالاسمية؟ ما هي علامات الاسم يا شباب؟ ذكرونا بها، أخذناها في أول الدرس. يقبل التنوين، هنا ما يقبل التنوين. تفضل. نعم، دخول حروف الجر عليه، أن هنا ليست حرف جر، دخول ألف واللام ما تقبل هنا الألف واللام. نعم، الإسناد ما ذكرناه لكنه هو أساس، لكن الشيخ ما ذكره، لكن لا بد أن يذكر هذا، هذه العلامة تذكر دائما، مهمة جدا، أن يقبل الإسناد. طيب هنا الضمير يقبل الإسناد، لو أننا نزلنا صحيح، ولو أننا نحن نزلنا، إذا أسندت إلينا ماذا؟ التنزيل أو الإنزال، إذا قبل الإسناد، إذا الضمير هنا
وإن كان متصلا أو منفصلا، لكن قبل الإسناد إذن هو اسم وليس حرفا ولا فعلا. تفضل. ما هو الإسناد وكيف أعرف أن الكلمة هذه مسندة أو مسندة إليه؟ طيب ممتاز. دائما قاعدة عامة عندنا يا شباب، الجملة اسمية أو فعلية، أليس كذلك؟ جملة دائما جملة لا تعد أن تكون اسمية أو فعلية، وتأتي إن شاء الله في آخر الكتاب الجمل كلها بتفصيل جيد ومفيد إن شاء الله. الإسناد أن يعني أن هي الجملة، الجملة هي يعني حكمت بشيء على شيء، لابد حتى تعطي معنى أن تحكم، أن تفيد السامع، تعطيه كلاما جديدا، تعطيه حكما أيا كان الحكم، قد لا يكون مفيد بالنسبة للمستمع أو السامع، لكن مهم من حيث الجملة هو مفيد. مثلا تقول الجزء أصغر من الكل، هذا بالنسبة لي ليس مفيدا لكنه أعطى معنى على كل حال. فأي جملة تفيد حكما لابد أن تفيد حكما، وإلا صارت جملة غير مفيدة. الإفادة ما هي؟ أعطيتني حكما جديدا، معلومة جديدة، يرحمك الله. فإذا حكمت بشيء على شيء أسندت شيئا إلى شيء، هذا هو الإسناد. فدائما المسند إليه من يمكن أن يقوم بهذا العمل. فمثلا محمد مجتهد، أين المسند إليه؟ محمد، لأنه هو الذي قام بالاجتهاد فأسندت إليه الاجتهاد. طيب قام أو اجتهد محمد، أيضا أسندت الاجتهاد إلى محمد، هو الذي قام بالاجتهاد. إذن دائما الفاعل مسند إليه، والمبتدأ هو المسند إليه دائما، تقدم أو تأخر دائما المبتدأ هو الذي أسندت إليه حكما، أعطيته حكما جديدا يستفيد منه السامع. طيب نزلنا، نحن نزلنا، فأسندت إلينا الإنزال، فصار المبتدأ هنا أو الضمير هو المسند إليه. إذن هنا العلامة التي تدل على كونه اسما أنه قبل الإسناد وهو التنزيل. طيب إليهم، إليه عبارة عن إيش؟ إحنا سألناك شيخ ولا القارئ، سنسألك الآن، تفضل يا شيخ. إلى يعني جر مجرور، إلى حرف جر والضمير متصل مبني على السكون، طبعا الضمائر مبنية على السكون، مبنية دائما لكن هنا بني على السكون في محل جر بإلى. طيب الضمير هنا اسم، اسم، لماذا حكمنا عليه بكونه اسما؟ إليهم ذكرنا علامات، هل هنالك علامة متوفرة في هذا المكان؟ دخول حروف الجر على الضمائر، على هذا الضمير، إذن دل على أنه اسم، ممتاز. الملائكة شيخ، الملائكة اسم فعل حرف اسم، الدليل قبل ال، قبل ال، دخلت ال عليه إذن هو اسم. طيب هو الآن هنا عليه علامة، ما هي العلامة أيها الأخ الكريم؟ العلامة التي على الملائكة الفتحة، هل الفتحة علامة أصلية أو فرعية؟ أصلية، وما يتفرع منها ما هو؟ السؤال في الشيخ الأخير، ماذا يتفرع من عن الفتحة من علامات؟ الياء، الألف فقط، علامات، علامات النصب ثلاثة صحيح؟ الفتحة والياء والألف وماذا؟ الكسرة، نعم خمسة، سنأتي بخمسة أيضا. ونرجع إلى، نرجع إلى الإخوة في الأخير، نرجع إلى الصف الأخير، تفضل يا شيخ. نعم، حذف حرف النون في الأفعال، هذه كلها علامات إيش؟ النصب، الأصلي منها الفتحة. طيب هنا الملائكة منصوبة عن نصبها الفتحة، لماذا كانت منصوبة بالفتحة؟ تفضل. نصبت وعلامة نصبها الفتحة، لماذا اخترنا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد، اسم مفرد. طيب ممتاز. السؤال الشيخ بعدك، متى ستكون الفتحة علامة للنصب؟ اسم مفرد ذكرناه الآن أيضا. لا خلاص تفضل، لا تستعجل، لا، الفتحة علامة للنصب في عدة مواضع، ذكرنا الاسم المفرد في الملائكة، تفضل موضع آخر. طيب ننتقل للصف التالي، تفضل في الأخير الشيخ. طيب اللي جنبك شيخ تفضل. الفتحة ستكون علامة للنصب في عدة مواضع، منها الاسم المفرد، جمع التكسير، أحسنت. جارك
طيب طيب تفضل يا شيخ. نعم ما يحضرك؟ مرر يعني مررنا بها. تفضل يا شيخ. قلنا الاسم المفرد جمع التكسير ايضا نعم جمع التكسير الاسم المفرد معذره الفعل المضارع المجرد منصوب فعل مضارع مجرد ينصب على تنصيب فتحه جميل. طيب ايضا الاسم العالم العاجل نعم الاسماء الممنوعه من الصرف والاسم العالم العاجل الاسم ممنوع الصرف لا هو الاسم المفرد ممنوع الصرف اسم مفرد يعتبر. الاخوه انتهت مواضع الفتحه انتهت ها تفضل الملائكه لا جمع تكسير وليس جمع ليس نتامل فيها قليلا. المهم ايها الاخوه الفتحه ستكون علامه للنصب في الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع المجرد الاخر. تفضل الشيخ عندك زياده او استدراك ها جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لا سينصب بالكسرة اي طيب ها شيخ نعم جمع المؤنث السالم على كل حال سينصب بالكسرة دعه الآن. طيب إذا عرفنا الفتحة ستكون على نصب هذه الأسماء. الأخونا الكريم ذكر الملائكة هل الملائكة جمع تكسير ملائكة أفاعلة ممكن يكون صيغة منتهى الجموع الملائكة الميم حرف أصلي إذن مفاعلة أو فعالة ملائكة ملك الهمزة زائدة إذن نقول فعالة فعالة يكون جمع تكسير أو من صيغ منتهى الجموع. طيب سننتقل عن بارك الله فيكم إلى كلمة وكلمهم. السؤال وقف عند من؟ السؤال وقف عند الإخوة هنا. طيب جارك تفضل يا شيخ وكلمهم فك هذه الكلمة ماذا فيها اسم فعل فيها علامات الاسم علامات الفعل فيها الواو الحرف. طيب احنا سألناك لكن لا بأس خذ السؤال مرة وكلمهم الواو حرف عاطف طيب نعم كلم طيب فعل. وإذا قلنا حرف أيضا مبني على كونه مبني على الفتح أو غيره المهم مبني الواو هنا حرف دل على معنى في غيره مبني على الفتح. طيب تفضل كلم فعل كلم فعل فعل ايش كلم فعل ماضي احنا اخذنا علامات الفعل الماضي قبل قليل مررنا بها الفعل الماضي. طيب كيف عرفت انه فعل ماضي مبني على الفتح مبني على هذه علامه البناء لكن نريد تذكر التعريف ماذا قلنا في تعريف الفعل الماضي كلمه دلت على معنى مقترن بزمن. طيب إذا كان هذا الزمن مضى إذن هو فعل ماضي زمن حاضر سيكون مضارعا زمن مستقبل سيكون أمرا. طيب كلم قلت فعل بارك الله فيك. طيب هل هنالك علامة دخلت عليه حتى حكمت عليه أنه فعل وليس اسما الإسناد يعني الإسناد إيش هم الضمير جميل أسندت الضمير وهو الفاعل هنا الضمير المتصل فاعل أسندته إلى كلم إذن هو فعل ممتاز قبل الإسناد. طيب من علامات الفعل تذكرون قبل قليل دخول إيش أيضا دخول تاء الساكنة كلمت مثلا لكن نريد هنا نريد علامة نطبقها هنا ما هي العلامة اللي موجودة هنا حتى يعني نطبق ونتأكد أنه فعل وليس اسما. تفضل نعم الإسناد من علامات الاسم الاسم من علامات الاسم ومن علامات نعم من علامات الاسم اذا كان فاعلا او مبتدا صحيح لكن هنا خلي هذه العلامه بارك الله فيك كونه اسند اليه نتركها للضمير وليس الفعل نريد نطبق على الفعل علامه تدل على انه فعلا وليس اسما وكلمهم. تفضل يا شيخ جارك ذكروا لا لا احنا ماشيين بالترتيب ذكروا بارك الله فيكم بالعلامات التي قراناها قبل قليل حتى نشوف في علامة موجودة أو لا. في أول الباب ذكرنا علامات الفعل ما هي السين وقد وأيضا نعم سوف تاء التأنيث الساكنة وأيضا طيب دوت الجزم والنصب. طيب هنا كيف نطبق نعرف أن كلم فعل نريد علامة لا أريد موجودة علامة موجودة الآن في الجملة
لا تبحث عن علامات أخرى، علامة موجودة هنا في الجملة تدل في الآية تدل على أن كلم فعل. كيف نستخرج؟ ننظر في علامة الاسم مثلا، علامة الاسم لا تقبل الدخول على هذه الكلمة وهي تدل على حدث، هنا موجودة الكلمة تدل على حدث، إذن هي فعل وليست اسما وليست حرفا. ليست اسما لأنه لا توجد أي علامة علامة الاسم تقبل الدخول على كلمة الموجودة في الآية، إذن تحكم عليها بكونها فعلا. طيب الضمير متصل، السؤال لجارك تفضل. وكلمهم، الضمير متصل هنا أهو اسم أو فعل؟ كيف عرفت أنه اسم أو فعل؟ لا اسم. اسم كيف عرفت؟ أسندت إليه الكلام، إلى الضمير أسندت إليه الكلام، إذن هو اسم بلا شك. طيب مبني، مبني لأنه ضمير والضمائر دائما مبنية. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا في الأخير حشرة، فعل إيش هذا حشرة؟ فعل ماضي مبني على الفتح، والأصل في الأفعال الماضية أن تكون مبنية دائما وعلى الفتح. طيب هو فعل، نعم تفضل شيخ. طيب ممتاز، هذا استدراك جيد. حشرنا مبني على الفتح سنقول دائما، اجعلها دائما مبنية على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. هنا سكننا نقول دائما إذا رأينا أربع حركات متتالية في كلمة واحدة تكون ثقيلة في العربية، فنسكن استيحاشا أو ابتعادا، عفوا ابتعادا عن تتابع الحركات، سكنها فالسكون يكون عارضا وليس أصليا. مبني على الفتح وعلامة مبني وعلامة مبني وعلامة بنائه الفتحة المقدرة على الراء منع من ظهورها استثقال، ما استثقال تتابع الحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فتكون هنا الفتحة هي الأصل، قدرت وجئنا بالسكون حتى نتحاشى توالي الحركات في الكلمة الواحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة. نعم كلمهم، كيف الكلام مسند إلى الضمير والضمير ضمير مفعول؟ لا الحين نرجع إليها قليلا، خلنا ننتهي من حشرنا، انتهينا من حشرنا، حشر هذا الفعل الماضي مبني على الفتح منع من ظهور الفتحة تتابع الحركات. طيب الضمير في حشرنا، الضمير في حشرنا انتهينا من الصف الثاني ننتقل إلى الصف الثالث، تفضل الشيخ. نا الضمير متصل، اسم فعل حرف اسم، أسندت إليه إيش؟ الفعل، معنى الفعل الحشر أسندته إلى الضمير، إذن هنا الضمير اسم بلا شك مبني على السكون في محل رفع فاعل. نرجع إلى كلمة وكلمهم الموتى، احنا استندنا الى اما كلمه فعرفنا انه فعل بعلامه او بعدم دخول او عدم قبوله علامات الاسم، فحكمنا عليه بكونه فعلا وليس حرفا لانه افاد معنى. طيب الضمير هنا نريد، اخطانا احنا في اسناد التكليم الى الضمير، الضمير هنا في محل نصب مفعول به، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل مقدر ضمير مستتر تقديره هو يعود، أو عفوا كلمهم الموتى الفاعل متأخر، كلمهم الموتى الفاعل متأخر والضمير مفعول به متقدم. كيف نعرف أن الضمير هنا، كيف عرفنا أن الضمير اسم أو الضمير المتصل حكمنا عليه بكونه اسما، ما هي العلامة التي قبلها الضمير حتى حكمنا عليه بالاسمية؟ لا احنا قلنا التكليف ستسند إلى الموتى متأخر عليه، لا كلمهم علامات الاسم ما هي شباب ذكرونا ايضا مره اخرى، الاسم التنوين الجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز حصل، بس نريد شيء موجود هنا في كلمهم الضمير، كيف نحكم عليه بالاسميه؟ كلمهم ليس فعلا قطعا لانه وقع عليه التكليم، ليس حرفا، ليس فعلا، إذن ستبقى انعدام علامات الفعل، وليس حرفا كما قلنا في كلم سيكون في الضمير أيضا، لا يقبل علامات الفعل، وليس حرفا إذن سيكون اسما، لو خرجنا عن الآية وخلنا الضمير ستسند إليه
وممكن تطبق عليه أي علامة من علامات الاسم حسب يعني حسب الحالة. فالضمير هنا ممكن تسند إليه في غير الآية، لكن في الآية هنا لا يقبل علامات الفعل، لا يقبل علامات الحرف، ليس هو حرف، إذن هو اسم. طيب أما الإسناد فأسندناه إلى الفاعل وهو الموتى المتأخر عن كلم. أحسنت. طيب نمشي قليلا. قال سبحانه: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. ما منعها حرف اسم فعل؟ السؤال وقف عند من؟ أظن وقف عندك شيخ ولا كنا في الصف. تفضل. حرف. ما حشر ما كانوا ليؤمنوا. جميل، حرف. لماذا قلنا إنه حرف؟ أفاد معنى في غيره. طيب هل يقبل أي علامة من علامات الاسم أو الفعل؟ لا يقبل، ليس له علامة، علامته عدمية، وأيضا معناه في غيره، ليس فيه معنى مستقلا. كانوا، تفضل يا شيخ. ما كانوا؟ كانوا كان فعل، فعل صحيح. طيب فعل مبني، قلنا الفعل الماضي دائما مبني عليه الشباب، مبني على الفتحة دائما. طيب كانوا هنا في ضمة، تفضل كيف تجيب على هذا؟ مبني على الفتح. طيب نريد يعني إجابة كده دقيقة ومختصرة وعلمية. كان طبعا فعل ناقص، هنا فعل ناقص مبني على ايش؟ على الفتح، الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال النون بالضمير او بحركة المناسبة. حركة المناسبة هنا الضمة تناسب ايش؟ الواو، فقلنا كانوا، والأصلها كانوا، ما كانوا كذا، ما كانوا، لكن للمناسبة ضممنا النون. طيب ما كانوا ليؤمنوا، ليؤمنوا، تفضل يا شيخ، فك لي هذه الكلمة، مما تتركب؟ فيها ثلاث أشياء، فيها اللام، زين، اللام حرف أفاد معنى في غيره. طيب لام الجحود، زين، يؤمن فعل مضارع مرفوع أو غير، أو هنا ليس مرفوعا، ها ليس مرفوع، ما كانوا ليؤمنوا، ليؤمنون أصلها. طيب حذفناها، حذفنا النون التي هي علامة الرفع لأنها من الأفعال، الأفعال الخمسة. طيب السؤال لكم يا شيخ، ليؤمنوا ذكرنا حرفا وذكرنا فعلا، أيضا هناك شيء ثالث في الكلمة. السؤال لمن؟ تفضل يا شيخ، السؤال لك أنت الآن في الصف الثاني تعتبر، تفضل. الواو أيوه، ضمير صحيح؟ ضمير، إذن اسم، اسم، إذن الكلمة هذه فيها حرف وفيها فعل وفيها اسم، اسمه الضمير متصل. أحسنت. مبني، مبني على السكون، في محل رفع ايش؟ في محل رفع فاعل. طيب السؤال لكم بارك الله فيك، إلا أن، كلها حروف، كلها حروف لعدم، وحكمنا عليها بالحرفية لأنها لا تقبل علامة الاسم ولا الفعل. أن يشاء الله، كلمة يشاء، تفضل. يشاء فعل مضارع مرفوع منصوب مبني، لا المضارع، المضارع معرب، نقول أصل في المضارع أنه دائما إيش؟ معرب، لا يبنى إلا إذا اتصلت به نون نسوة أو نون توكيد، هنا لم يتصل بشيء إذن هو معرب. طيب هل هو منصوب مرفوع؟ يقبل الجر، الفعل لا يقبل الجر. طيب ممتاز، منصوب علامة نصبه الفتحة، لماذا قبل الفتحة أو كان نصبه بالفتحة؟ لأنه صحيح مجرد الآخر، ها؟ لم يتصل به ضمير وآخره حرف صحيح، ظهرت عليه الفتحة علامة للنصب. طيب سنقف على هذا بارك الله فيكم، ولدينا نموذج ثاني ننظر فيه وهو أحوال العلامات، وهي أيضا اختصار وإجمال لما قرأناه اليوم مع جميع النماذج. نبدأ بسم الله. هذا النموذج يا أخوة سيعرفنا على علامات الإعراب في الأسماء والأفعال والحروف. سنقسم أولا الكلمة إلى اسم، فعل، حرف، يرحمك الله، اسم وفعل وحرف. نبدأ بالاسم،
هذه حالات الآن أيها الإخوة، سنصل في نهاية الجدول، سنصل إلى ماذا؟ إلى علامات الإعراب أو البناء على هذه الكلمات الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. سنبدأ بالاسم الآن، نرى ماذا يكون عليه من علامات. الاسم ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني. هل هناك قسم ثالث؟ لا، الاسم إما معرب وإما مبني. ما معنى المعرب أبو عمر؟ ومر بنا قبل قليل، يتغير آخره للكلمة أو الاسم سيكون معربا، أو الفعل سنسمي معربا لتغير أواخره حسب العوامل الداخل عليه سيكون معربا. ما معنى المبني؟ هو الذي يلزم حركة واحدة، حالة واحدة، صحيح، رفعا وجرا ونصبا سيلزم حالة واحدة أو حركة واحدة. طيب سنأخذ الآن المعرب، سنقسمه إلى قسمين، والسؤال لكم يا شيخ بالنسبة للمعرب، ماذا نقصد بالمعرب؟ قلنا إذا المتغير أو ما تغير آخره حسب العوامل الداخل عليه. ستقسمه إلى قسمين، ظاهر ومقدر. ظاهر ومقدر بالنسبة لإيش؟ لأن نتكلم عن إيش إحنا الآن؟ عن المعرب، يعني عن حالة الإعراب أو حركة الإعراب، إما أن تكون ظاهرة أو مقدرة، إما أن تكون ظاهرة أو مقدرة. سنأخذ الظاهرة، متى ستكون العلامة ظاهرة على الاسم؟ إذا كان صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر. السؤال لك، ما المقصود بشبه صحيح الآخر؟ أو هات مثالا عليه ذكره المؤلف قبل قليل، أن يكون آخره ليس حرف علة ولكن من حروف العلة، لكن لا تنطبق عليه صفات حرف العلة، ككلمة دلو مثلا آخره واو. طيب كلمة آخرها ياء مثل إيش؟ ظبي مثلا. طيب إذا هل ستظهر حركة الإعراب على هذه الأسماء؟ ستظهر، ستكون ظاهرة. إذن الآن نحن في المعرب الظاهر، المعرب الظاهر اسم معرب ظاهر، يعني منطوق بهذا الاسم ليس ضميرا. هذا الظاهر إما أن يكون آخره صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر. صحيح الآخر كأي كلمة، رجل، كتاب، هذا اسم ظاهر صحيح الآخر. سنرى بعد قليل أنه ستظهر عليه حركة الإعراب. شبه صحيح الآخر قلنا دلو وظبي. عرفنا الاسم الظاهر أيها الإخوة، الاسم الظاهر المعرب إذا كان صحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر ستظهر عليه علامات الإعراب. نأخذ الآن القسم الآخر من المعرب وهو المقدر. المقدر الاسم المعرب الذي ستقدر عليه الحركة، سينقسم إلى قسمين، حرف وحركة. سنأخذ مثال للحرف، سيكون إعرابه قلنا اسم معرب مقدر، ستقدر الحركة على آخره، يكون آخره مثل إيش؟ كما قلنا قبل، يعني نفس الحرف مقدر ليس منطوقا به. ذكرنا مثالا مثلا مسلمية، قلنا قبل قليل مسلمية الحركة هنا أو الحرف عفوا قدر ولم ننطق به، وهو حرف أصلها مسلمون فانقلبت الواو إلى ياء كما ذكرنا العلة قبل قليل، صارت مسلمية. الحرف هنا مقدر في اسم معرب مقدر الآخر، حركته في الآخر حركة الإعراب مقدرة وهي حرف. طيب تارة تكون حركة مقدرة يمنع من ظهورها إما تعذر أو ثقل. التعذر مثل إيش؟ الفتى. طيب الثقل القاضي. نعود مرة أخرى للاسم ولازلنا في الاسم، نأخذ الاسم المعرب فقط. الاسم المعرب المتغير الآخر له حالات، إما أن يكون الاسم المعرب ظاهر أو يكون مقدرا، الحركة ستكون ظاهر عفوا أو تكون مقدرة. نحن نتكلم يمكن كلمة ظاهر تلبس علينا، ضع كلمة ضعها عندها حركة ظاهرة أو حركة مقدرة على الاسم المعرب. متى ستكون ظاهرة؟ متى ستكون مقدرة؟ سننظر. ستكون ظاهرة في الاسم الصحيح الآخر أو شبه صحيح الآخر. مثال الصحيح الآخر كتاب، شبه صحيح الآخر دلو وظبي. طيب الحركة مقدرة، الحركة مقدرة أو العلامة ستكون مقدرة، إما أن تكون حرفا وإما أن تكون حركة. إذا كانت حرفا في مثل مسلمية، وإذا كانت حركة في مثل الفتى.
والفتى منع من ظهور الحركة الثقل أو التعذر التعذر والثقل في نحو القاضي الأسماء الناقصة أو المنقوصة. طيب هذا الاسم المعرب انتهينا منه. الاسم المبني، الاسم المبني سنقسمه إلى قسمين، إما أن تظهر حركة البناء أو تقدر حركة البناء. مثال على ظهور حركة البناء: اسم مبني والحركة ظاهرة، أين؟ لا ساكن، ساكن هنا وبعدين هنا مبني على السكون أيضا. نحن نريد الآن اسم مبني تظهر حركة البناء عليه أو تقدر، فقلنا أين ظاهرة، صحيح؟ ظاهرة. طيب حيث مبني كذلك، كيف مبني على الفتح، كذلك أمسي، سبويه، كلها أسماء مبنية تظهر عليها حركة البناء بصرف النظر هي نائبة عن حركة غيرها أو لا. طيب نريد مقدر الحركة، مثل إيش؟ الذي مثلا مبني على السكون في محل رفع، صحيح؟ كذلك كم في محل رفع مبني على السكون. اسم مبني قدرت فيه الحركة، ذكرنا سبويه قبل قليل، لا غير صحيح، سبويه مقدر الحركة أيضا، أصلها مثلا حسب مكانها، إذا كانت في محل رفع ستكون في محل رفع وبني على الكسر نيابة عن الضمة لأنه اسم مبني قبل وضعه في هذه الجملة. نعود مرة أخرى إلى الاسمين والإخوة، عرفنا القسم المعرب، القسم المبني منه سينقسم إلى قسمين، إما أن تظهر حركة البناء وإما أن تقدر، وعرفنا الأمثلة عليها. الآن القسم الثاني من أحوال العلامات وهو الفعل، الفعل سينقسم إلى قسمين، تارة يكون معربا تارة يكون مبنيا. الفعل المعرب وهو المضارع فقط سينقسم إلى قسمين، إما أن تظهر الحركة أو تقدر الحركة. نمثل لذلك فعل مضارع معرب، قدرت الحركة أو ظهرت، كيف؟ نعم الحركة ظاهرة، مثل يعني يأكل ويشرب، أن يشرب أن يأكل، هذه ظاهرة. طيب حركة مقدرة، يمشي يسعى يجري، مقدرة مرفوعة ترفعه الضمة منع من ظهور إما الثقل أو التعذر. الفعل المبني وهو القسم الثاني من الأفعال، الفعل المبني سنقسمه إلى ثلاثة أقسام، إما مضارع أو ماضي أو أمر. المضارع سينقسم إلى قسمين، إما أن يبنى على السكون أو يبنى على الفتح. متى سيبنى على السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. مثال: لأشربن مثلا، صح؟ بني على الفتح. طيب اذهبنا، لا هذا فعل أمر. النسوة يطعن أزواجهن مثلا، يطعن بني على السكون اتصاله بنون النسوة. القسم الثاني أن يكون المضارع مبني على الفتح، قلنا اتصاله بنون التوكيد بني على السكون إذا اتصل بنون النسوة. النوع الثاني من الأفعال المبنية الماضي، وسيبنى على الفتح دائما، دائما سيكون مبنيا على الفتح، وإذا رأيت الضمة أو رأيت حركة أخرى غير الفتح فإنها للمناسبة، وإلى الأصل يكون مبني على الفتح. طيب القسم الثالث من الأفعال المبنية وهو فعل الأمر، سيكون دائما مبنيا على ما يلزم به مضارعه، مثل أغزو، ارمي، صحيح؟ هذا فعل الأمر هنا مبني على حذف حرف العلة، لأنه بني على ما يلزم المضارع سيلزم بحذف حرف العلة، هنا سيبنى على حذف حرف العلة. انتهينا من الأفعال، سنذهب إلى الحروف. الحروف مبنية دائما، إما على السكون، مثال لم، إن. طيب بني على الفتح، مثل ليت. بني على الكسر، حرف مبني على الكسر، من يذكر؟ جيري، جيري بمعنى حقا. طيب بني على الضم، حرف مبني على الضم، نعم، لا حيث اسم، منذ، منذ حرف،
إذا أريد به أن يكون حرفا لمن سيأتي أنه يعني يأتي أيضا بمعنى الاسم. إذن منذ حرف مبني على الضم، إذا جر ما بعده فهو حرف منذ أمس. هذه الخارطة أيها الإخوة هل فيها إشكال أو سؤال؟ تفضل. فعل مضارع مبني على الفتح. مثال لحظة أول شيء نشوف الفعل المضارع المعرب المبني عفوا خلنا نشوف الفعل المضارع المبني إما أن يبنى على السكون أو الفتح. السؤال إذا بني إذا اتصل بنون التوكيد سيبنى على الفتح دائما. لا أذهبن لا أذهبن اليوم إلى كذا وكذا، هذا مثال مبني على الفتح. تفضل. بالنسبة للاسم المبني المقدر حركته، اسم مبني تفضل تظهر عليه حركة البناء. أيوة التي تقدر عليه الحركة، تقدر الحركة يعني نعيد شرط يعني مثاله يعني. طيب اسم مبني هنا مثلا سيبويه على سبيل المثال مبني على الكسر صحيح؟ طيب إذا قلت يا سيبويه أقبل مثلا كيف تعرف سيبويه هنا؟ اسم منادى صحيح؟ أو علم منادى مبني على الضم، أليس كذلك؟ أين الضمة؟ مقدرة قدرت، لأن هذا الاسم قبل أن يكون منادا مبني على الكسر دائما، فالنداء هنا لن يؤثر على هذه الحركة، ستبقى ونقدر حركة البناء فيكون مبني على الضم لأنه علم منادى، والعلم منادى دائما يا أخوة دائما مبني، يا زيد يا محمد دائما مبني على الضم إذا كان علما مفردا. طيب سؤال آخر تفضل. يعني هذا التفريق ليس يعني مهما جدا، لأنك تقول في ظبي مثلا ودلو هذه تعتبر صحيحة الآخر، لا يكون معتل الآخر إلا إذا وجد حرف من حروف العلة ساكن قبله حركة من جنسه سيكون معتل الآخر، فيما سوى سيكون صحيحا. فقالوا شبه صحيح الآخر لأنه لأن الحرف من حروف العلة لكنه لا تنطبق عليه صفات حرف العلة، فلذلك جعلوه بين بينه، وإلا هو في الأصل يعتبر صحيح دلو وضبي. نعم مثل ضرب تصل الضمير زين. نعم صحيح مرة ثانية بالنسبة للفعل المضارع أو الماضي. الفعل الماضي الفعل الماضي شباب الأصل فيه البناء على إيش؟ على الفتح، سيبنى على الفتح دائما، إذا اتصل به ضمير سيظل أيضا مبني على الفتح ولكن تقدر الحركة. السؤال ضربوا مثلا هذا قول في الإعراب قول ولا يترتب عليه كثير يعني معنى، بعضهم يقول لا بني على الضم خلاص انتقل إلى المهم مبني بصرف النظر يبنى على الفتح دائما أو على الضم، بعضهم يعربه يقول مبني على الضم لاتصاله بالضمير، نحن نقول مبني على الفتح ولا حرج يعني لا يترتب عليه كثير معنى أبدا، مبني على الفتح المقدر على آخره لاشتغال الحرف بحركة المناسبة، ولو قلت مبني على الضم لاتصال الضمير إعراب صحيح موجود. طيب هل من سؤال في هذه الخارطة؟ طيب كم بقي من الزمن من الساعة؟ 10:20 احنا بدأنا استنى ربع تقريبا زين. طيب هل من سؤال في الخارطة أو نمشي قليلا نكسب الوقت؟ طيب نأخذ تطبيق أو ننتقل إلى المتن؟ تطبيق ما رأيكم؟ تطبيق من يريد تطبيقا؟ تطبيق الأكثر تطبيق. طيب لأن المتن ما شاء الله إذا أخذنا اليوم 10 صفحات فيكون يعني قطع نشاط. طيب نستطيع إن شاء الله ننتهي. طيب ننتقل للتطبيق، تحبون ناخذ آيات أو ناخذ شيء مثلا من الأحاديث أو آيات؟ طيب بسم الله. طيب ناخذ الفاتحة، ناخذ الفاتحة بسم الله، نفتح الفاتحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الأسئلة من جديد. وين وقفنا في الأسئلة؟ طيب سألناك شيخ ها؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ كلمة بسم وبين لي ما فيها من حيث الحرف من حيث الفعل الاسم العلامات
أعطني ما لديك في كلمة باسم فقط. باسم. يلا. لا فك الكلمة. يعني فيها أكثر من الباء. الباء حرف. الباء حرف. ليس اسما ليس فعلا. لأنه لا يدل على معنى إلا إذا دخل على غيره مرتبط بغيره. إذن هو حرف ولا يقبل علامات الاسم ولا الفعل. هو حرف. ممتاز. اسم اسم اسم. نعم صحيح. اسم اسم. طيب لماذا قلت إنه اسم؟ لدخول حرف الجر عليه، والأسماء تدخل عليه حرف الجر. بارك الله فيك الشيخ. لفظ الجلالة اسم، كيف عرفت أنه اسم هنا في الكلمة في الجملة؟ ها أضيف إليه صحيح؟ مضاف إليه؟ مضاف إليه. إذا قبل الإضافة أن يضاف إليه فهو اسم بالجر والتنوين والنداء وال. وين علامة الإضافة؟ بالجر والتنوين والنداء أو الجر. نقول الجر. قبل الجر إذن هو اسم باسم. قبل الجر فهو اسم وليس فعلا، لأن الجر لا يدخل على الفعل أبدا. أحسنت. اللي بعده الشيخ. الرحمن اسم كذلك. دليل دخول ألف واللام. طيب ممتاز. وأيضا الجر كونه مجرورا عرفنا أنه اسم. طيب بارك الله فيك. لو قلنا ما هي علامة الإعراب عليه أو أثر الأثر، أثر الإعراب على هذه الكلمة، ما هو هذا الأثر؟ السؤال لا يزال لنفس الأخ. منع الأثر، كسرة فتحة ضمة. كسرة، يعني هذه الكسرة هنا علامة للجر، علامة للجر. طيب لماذا كانت العلامة هنا كسرة وليست ياء مثلا؟ نعم اسم مفرد. أحسنت. سنعود الآن إلى الإخوة من جديد في الخلف، ولدينا في الخلف الآن اثنان فقط. تفضل الشيخ. السؤال في كلمة الرحيم مثل الرحمن، ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى الحمد لله. كلمة الحمد اسم، دليلك دخول ال. في علامة أخرى هنا، هنا الإسناد الحمد لله. الحمد صحيح الإسناد أيضا. ممتاز. قبل أن يسند إليه. طيب سنتعرف الآن على ما الذي أسند إلى الحمد. تفضل يا شيخ. قلنا الإسناد، قبل الإسناد ما الذي أسند إليه؟ نعم لا في شيء آخر. أحسن عشان يكون الإعراب واضح. طيب ننتقل للصف الثاني في الأخير. جارك ما الذي أسندته إلى الحمد؟ الحمد لله. من علامات كون الحمد اسم أسند إليه شيء آخر، ما الذي أسند إليه؟ جارك. لا أو نقول كائن مستقر حاصل صحيح؟ هكذا أفضل. فالحمد مستقر لله تعالى، كائن لله تعالى، فأسندنا الاستقرار أو الكينونة هنا أو الحصول أسندناه إلى الحمد. الحمد حاصل صحيح؟ فأسندت الحصول إلى الحمد فكان اسما. من علامات الاسم في الحمد هنا أيضا كونه قبل أل، ففيه علامتان أل وكونه أسند إليه. طيب الحمد كائن، الحمد كائن لله. السؤال للأخ الكريم جارك. أيوة. لله اسم فعل؟ اسم صحيح. لماذا قبل أو دخل عليه حرف جر فقبل الجر فكان اسما؟ طيب لله يا شيخ تتكون من ماذا؟ حرف واسم. من حرف واسم. أحسنت. اللام دخلت على لفظ الجلالة، حكمت على اللام بأنها حرف. لماذا؟ لا تقبل علامات الاسم ولا الفعل. ممتاز. وأيضا لا تدل على معنى إلا في غيرها. طيب هل هي مبنية هنا؟ الحرف دائما مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون. طيب هنا كسرت وهذا على غير الأصل، لأن الأصل أن يكون مبني على السكون. طيب رب العالمين. تفضل يا شيخ. اسم. رب اسم. دليل أولا هنا مجرورة. مجرورة تقبل يكفي تقبل دخول لا نريد العلامة هنا في نفس الموضع.
مجرورة فهي اسم. طيب العالمين اسم بقائمين دليل دخول ال على العالمين. طيب العالمين يا شيخ جرة أو نصب أو رفع؟ العالمين أي مجرور. مجرور. طيب ما علامة جره؟ علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه جمع المذكر سالم أو ملحق لجمع المذكر سالم. ملحق لجمع. فجرة بالياء نيابة عن الكسرة. أحسنت. طيب لماذا جر؟ هذا في قسم إيش نسميه احنا؟ في الأسباب. صحيح أسباب الجر أسباب الرفع هذه وطبعا هذه هي التي نحتاج إليها وهي أسباب الرفع والنصب والجر حتى نتعرف على المعنى وهي خلاصة النحو. هذا ما سوف نتعرف عليه فيما بعد إن شاء الله. طيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جارك مالك يوم الدين مالك اسم الدليل مجرور. مجرور هذا دليل أنه اسم قبل الجر وهو مجرور هنا في الكلمة. طيب جر بالكسرة لماذا؟ اسم مفرد. اسم مفرد يقبل الجر ويكون جره بالكسرة. تفضل يا شيخ. مالك يومي أهو اسم؟ اسم لأنه جر. طيب لماذا جر بالكسرة؟ لأنه اسم أيضا مفرد. مالك يوم الدين تفضل يا شيخ في الأخير. الدين اسم وعرفنا أنه اسم قبل ال وكذلك هنا أيضا مجرورة ففيه علامتان تدل على أنه اسم. جر بالكسرة لماذا؟ أو قبل الكسر علامة للجر لماذا؟ لأنه اسم مفرد. طيب الصف هنا الثالث تفضل الشيخ. مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك اسم فعل حرف؟ اسم. طيب هل هو اسم ظاهر مبهم مضمر؟ مضمر من الضمائر. إيا من الضمائر ضمائر منفصلة. طيب إياك إياكم إياك هذه الكاف حروف نحن يهمنا إيا وهو الضمير. طيب هذا الضمير أيها الأخ الكريم هل هو منصوب هنا أو عفوا طبعا هو مبني في محل نصب في محل جر في محل رفع في محل نصب. طيب احنا قلنا مررنا بكون الضمائر ممكن تقبل احيانا تقبل الضمائر تكون في محل نصب او جر او رفع هذه تكلم عنها اليوم ما تحدثنا عنها تاتي ان شاء الله في جدول في الدرس القادم ان شاء الله. اذا هي اسم كيف حكمت عليها بانها اسم؟ اياك نعبد ايا كيف عرفنا انها اسم؟ انا اريد الان يعني استخرج علامه تدل على انها اسم. لا تقبل علامة الفعل؟ لا لا الفعل ولا الحرف قصدك يعني ليس حرفا ليس حرفا وليس فعلا لكن نريد علامة موجودة فيه هل نستطيع؟ إيا نعبدك يا الله إياك نعبد يعني لا نعبد سواك نعبدك يا الله. تفضل. إياك لا ليست مضافا إليه إيا مفعول به مقدم. طيب لكن نريد نعرف علامة تدل على أنه اسم. تفضل شيخ. نعم لا لم يسند إليه مفعول به. من يستطيع من الإخوة نمشي بالترتيب؟ تفضل شيخ. تفضل. إيا قلنا إنها اسم ما هي علامة الاسم؟ الجر التنوين هنا ليس مجرورا ليس منونا الندى ليس منادا والندى وأل لا تدخل عليها أل ومسند اسم تمييز حصل ما في أي علامة العلامات التي عرفناها كيف نحكم عليها بالاسمية؟ ها شيخ ها تفضل. لا لا بد يعني تكون في علامة تدل على أنه اسم. نعم شيخ وما يفيد زمن لا يعني يدل على يعني على يدل على معنى غير مقترب بالزمن هذا الاسم لكن هنا ما هو يعني ما هي العلامة الموجودة فيه؟ هذا التعريف نريد علامات. هو ذكر عرف الاسم بعلامات ونحن عرفنا الاسم بحد بتعريف بجملة ذكر علامات هل في علامة من علامات توجد في 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 هذه في هذا الضمير؟ كيف يعني نجيب عليها؟ تفضل. نعم لا الكاف هنا حرف بس يدل على المخاطب من هو. نعم
ممكن يقال هذا أنه لا توجد علامة هنا، يعني هذه الكلمة لا توجد علامة تدل على أنه فعل وهو ليس حرف، وكونه ضميرا الضمائر كلها من المعارف، والمعارف والمعارف كلها أو نعم هي من المعارف، الضمائر من المعارف والمعارف من الأسماء بلا شك، المعارف من الأسماء ومن المعارف الضمائر، فكلها معارف سواء كانت منصوبة أو مجرورة أو مرفوعة، فكونه ضميرا هذا يدل على كونه اسما. لكن العلامات التي ذكرها لا نجد شيئا منها ينطبق على هذا بالجر والتنوين والنداء والإسناد وال، هذه كلها لا تنطبق عليها، لكن كونه ضميرا هذا يدخله في دائرة الأسماء. طيب إياك نعبد، السؤال وقف عند من؟ السؤال عندك يا شيخ؟ لا عندك. نعبد تفضل. فعل؟ طيب فعل مضارع أو ماضي أو أمر؟ مضارع. عرف لي فعل مضارع، عرفناه قبل قليل، كلمة دلت على معنى مقترنة بزمن، هذا الزمن ماضي أو مستقبل؟ حاضر، إذن هو فعل مضارع. طيب الأخ الكريم، رفع نعبد، علامة رفعه ماذا؟ الضمة. لماذا كانت علامة للرفع في هذا الفعل؟ لأنه مجرد الآخر، صحيح الآخر مجرد، لم يتصل به ضمير، وكذلك ليس لم ينتهي صحيح الآخر لم ينتهي بحرف علة، إذن ستظهر عليه حركة الإعراب وهي الضمة. وإياك نستعين تقدم. طيب اهدنا الصراط المستقيم، أبو عمر اهدنا، فك الكلمة مما تتركب، من فعل فعل واسم هو المفعول به صحيح، اهدنا يا الله، الضمير هنا في محل ايش؟ نصب مفعول به اهدنا. طيب اهدنا قلنا فعل، لو فصلته عن الضمير ماذا تقول؟ اهدي صحيح. طيب اهدي هنا فعل امر، هل هو مبني هل هو معرب؟ مبني. طيب ما علامة البناء يا شيخ في اهدي؟ ما علامة البناء؟ الأصل في الأمر إذا قلت مبني في الأشهر والأغلب يكون مبني على السكون صحيح، لكن أحيانا سيبنى على، نقول دائما في الأمر مبني على ما يجزم به المضارع. طيب هل هو صحيح الآخر؟ يهدي، ليس صحيح الآخر، إذا لم يكن صحيح الآخر سيكون إعرابه بماذا؟ بالحذف صحيح. طيب هذا في المضارع، هنا في الأمر يقول مبني على حذف حرف العلة، أو تقول تختصر إذا كنت أشكل عليك تقول مبني أو بني على ما جزم به مضارعه ويلزم مضارعه بالحذف، إذن هو مبني على حذف حرف العلة. ممتاز. اهدنا الضمير المتصل يا شيخ، واسم فعل حرف كما مر بنا قبل قليل، ضمير والضمائر كلها أو اسم، وحكمنا عليه بالاسمية أيضا كونه ضميرا، والضمائر كلها من المعارف والمعارف لا تكون إلا أسماء. طيب اهدنا ضمير مبني وعلامة بنائه هنا السكون، علامة بناء السكون، الضمائر كلها مبنية، الضمائر دائما مبنية والضمائر من المعارف دائما. الصراط المستقيم، كلمة الصراط اسم فعل حرف، اسم دليلك دخلت عليه ال. طيب حركة الإعراب ما هي؟ الفتحة، هل هي أصلية أو فرعية؟ أصلية. طيب لماذا قبل الفتح؟ اسم مفرد، أحسنت. الصراط المستقيم نفس الحكم، صراط الذين، سنأخذ الذين ونأخذ الأخ هنا الكريم تفضل، الذين اسم فعل حرف، الدليل هو اسم موصول، بس ما هو الدليل الذي بنيت عليه حكمك أنه اسم؟ الذين أنعمت عليهم، لا ليس ألف ولام، هنا الكلمة هكذا كلها مركبة من الذي، الذين ليست ال، ليست لا نعتبرها التعريف. تفضل يا شيخ، كيف عرفت أن الذين اسم؟ لا بالترتيب الأخ الكريم تفضل. طيب ها تفضل، الإسناد، الذين قاموا، الذين جاءوا، الذين أنعمت عليهم، أسندنا الإنعام صحيح، الذين يشربون كذا وكذا مثلا، تأتي بالخبر، الخبر هو الذي أسندت إليه، مثلا
الذين أنعمت عليهم اهدنا صراطهم، الذين أنعمت عليهم اهدنا صراطهم، أسندت ماذا؟ الجملة الفعلية كلها اهدنا صراطهم في محل خبر، أسندتها إلى الذين. الذي قام زيد، الذي قام زيد، لا هنا صار خبرا مقدما. على كل حال الذين من الأسماء التي تقبل الإسناد إليها. الذين جاءوا على سبيل المثال، الذي جاء أسندت المجيء إلى الذي، الاسم الموصول إذا قبل الإسناد إليه فهو اسم. طيب ما هي أنعم؟ عفوا لكلمة إيش؟ الذين؟ لا لا ليس أضافة إليه، صراط الذين قصدك، نعم صحيح، لكن نريد الآن العلامة في الاسم الموصول كونه مسند إليه. هل هنالك علامة يقبلها الذين حتى نحكم عليه بالاسمية بالجر والتنوين والنداء؟ هل في شيء يقبل الجر؟ تدخل عليه حروف الجر، إذن هو اسم بلا شك. طيب نعم، هنا أيضا كذلك قبل الجر كونه مضافا إليه، وهذه علامة أخرى، نعم صحيح، صراط الذين، إذن هو مبني على الفتح في محل جر مضافا إليه. صراط الذين أنعمت عليهم، سيأتينا إن شاء الله في نهاية الكتاب الجمل الممنوعة أو الجمل التي لا محل لها من الإعراب ومنها صلة الموصول، فما بعد الذين صلة موصول لا محل لها من الإعراب، سيأتي إن شاء الله فيما بعد. كلمة أنعمت، السؤال للشيخ تفضل. فعل وفاعل، أنعمت فعل وفاعل. طيب ما نوع الفعل هنا في أنعم؟ ماضي. مبني، الماضي مبني دائما، مبني دائما. علامة بنائه هنا في الموضع الفتح، هل هو مقدر أو ظاهر؟ مقدر ظاهر، أين هو؟ أنعمت، تفضل يا شيخ. مقدر، الميم ساكنة، لماذا قدرنا الحركة؟ لاتصاله بالضمير، فقدرنا حتى لا كما قلنا لا تتوالى حركات، فسكننا الميم لنقطع هذا التوالي بين الحركات، إذن هو مبني على الفتح. ممكن تقول مبني على السكون لاتصاله بالضمير كما قلنا في ضربوا مثلا، بني على الضم. أنعمت عليهم، تفضل يا شيخ. عليهم جار مجرور، طيب ممتاز، جار مجرور. الضمير متصل هنا في محل جر بحرف أو بعلى، تفضل يا شيخ. أنعمت عليهم غير، اسم فعل حرف، حرف. طيب غير، غير، غيري، هل لازلت تراه حرفا؟ بالجر والتنوين، غيري اسم، اسم لأنه قبل الجر صحيح، وعلامة جره الكسرة هنا، إذن هو اسم تحكم عليه بالاسمية. غير المغضوب، اسم لقبوله أن، عليهم ولا الضالين تقدم. طيب هل نأخذ من المعوذات؟ بارك الله فيكم. نعم نفتح المعوذات، تفضل. لا ليش ما في معنى إلا يعني تستثني مثلا جاء القوم غير زيد، جاء القوم، جاء القوم ولم يأتي زيد مثلا، غيري بمعنى أستثني مثلا، أليس كذلك؟ جاء القوم أستثني منهم زيدا، فأفادت معنى الاستثناء، ففيها فيها معنى نعم. بعدين كونه تقبل الجر فتأتي مجرورة، تأتي مرفوعة منصوبة، تحكم عليها بالاسمية. نعم مباشرة، إذا قبلت الجر فهي اسم، ثم إنك تضمنها معنى الاستثناء، فالاستثناء اسم يفيد معنى لكنه لا يقترن بالزمن. طيب نأخذ المعوذات ونبدأ بقل هو الله أحد. يعتبر الواقع الشيء غير مضوء، غير مضاف مضاف إليه، نعم غير مضوء مضاف مضاف إليه. نأخذ سورة الإخلاص ونبدأ بقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، وقفنا في السؤال عند من؟ تفضل يا شيخ. قل هو الله أحد، قل ماذا؟ لا لا انتبه، قل، قال يقول، قل فعل أمر صحيح مبني على السكون. طيب الواو أين هي؟ قل أين ذهبت الواو؟ يعني لماذا حذفنا؟ قال يقول قل
أنت بنيت على السكون، لماذا تأثرت؟ يعني وسط الكلمة تأثر، لماذا؟ طيب، تفضل. أجل التقاء الساكنين، الواو الساكنة واللام الساكنة، حذفنا الواو، فقلنا كل. إذن علامة البناء على اللام، لا صلة للواو، يعني لا التفت إلى الواو، نقول مبني، وعلامة بنائه مبني على السكون لأنه فعل أمر. قل هو، تفضل يا شيخ. ضمير، ضمير اسم، اسم. طيب هل هنا له علامة تدل على أنه اسم؟ هو الله، هو الله. إسناد، هو الله، صحيح. أسندت لفظ الجلالة إلى الضمير المنفصل فدل على أنه اسم. طيب هل هو مبني؟ سؤالك شيخ في الأخير. هو مبني، مبني على الفتح دائما هو، وعلامة البناء علامة بنائه الفتحة. طيب هو الله أحد في الأخير أو قبل الأخير، تفضل. أحد اسم، فعل، حرف، اسم، علامة ذلك قبول التنوين، أحسنت. الله الصمد، تفضل. لفظ الجلالة اسم، دليله الله الصمد، نعم. نريد العلامة هنا في نفس الآية، أحسن. أسندت إليه هذه الصفة كونه صمدا، أسندت إليه هذه الصفة الله الصمد، مبتدأ وخبر قبل أن تسند إليه الصمودية، نعم. تفضل يا شيخ. ما يمكن نقول يعني أل فيها أل في لفظ الجلالة؟ نحن إذا اعتبرنا أن لفظ الجلالة هكذا بدون أل، يعني هكذا سمى الله سبحانه وتعالى نفسه وهو اسمه هكذا بدون أن نفك أو نقول مثلا أل دخلت على الإله، لا نستطيع أن يعني نأتي بهذه العلامة. نعم. أي نعم، هذا قول أن الله سبحانه وتعالى الله هكذا سمى الله نفسه بهذا، لا نقول إن أصله أل دخلت على إله. طيب لم يلد ولم يولد، نرجع إلى الأسئلة إلى الإخوة في الأخير، أخونا في الأخير. لم يلد، لم حرف، حرف فقط يكفينا كونه حرف. طيب هل هذا الحرف من الحروف المشتركة أو خاص بكلمة دون أخرى؟ خاص بماذا؟ بالأفعال. إذن ليس من الحروف المشتركة. طيب السؤال للأخ في الأخير، نريد مثالا على الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال. حول السؤال على جارك لما يحضرك. حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، هل تدخل على مضارع الأفعال، تدخل على الأسماء؟ طيب لم يلد، السؤال لكم يا شيخ، يلد فعل، حرف، اسم، فعل. طيب هل هو مبني أو معرب؟ متأكد؟ تفضل يا شيخ. معرب أو مبني؟ معرب. طيب والسكون هذه ايش؟ علامة بناء ولا إعراب؟ علامة بناء أو إعراب؟ إعراب. طيب ما هي علامة الإعراب؟ أو أنواع الإعراب عفوا؟ الحركات لا، نريد أنواع الإعراب. هذه الحركة يمكن فيها مشكلة ولا لا؟ خليها كذا أحسن. هذا شيخ تفضل. الضم والفتح. نعم تفضل. الرفع. الرفع والنصب. والنصب. والجر والجزم، صحيح. طيب هنا إذن الجزم من علامات الإعراب، من أنواع الإعراب عفوا. فالفعل هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون، لماذا كانت علامة جزمه السكون؟ لأنه مسبوق بلم، الحرف لم. لا لا أريد السبب. هذا الأثر لماذا كان السكون وليس بلم؟ فعل مضارع صحيح الآخر. فعل مضارع صحيح الآخر، صحيح، غير معتل أيضا، فعلامته جزمه السكون تظهر عليه. ولم يكن جارك، يكن فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم، مجزوم علامة جزمه السكون. السكون أين الواو؟ هل الواو هذه تدل على علامة، تدل على كونه مجزوما ولا لا صلة لها بالإعراب؟ حذف الواو يا شباب، هل يدل على يعني هل له صلة بالإعراب؟ يكن لا صلة لها بالإعراب، حذفناها التقاء الساكنين. طيب أحسنت. ولم يكن له كفوا، تفضل. اسم كونه اسما قبل التنوين يدل على أنه اسم. طيب
نصب بماذا؟ بحركة أو بحرف؟ بحركة. لماذا؟ اسم مفرد، صحيح؟ طيب هذه الحركة هل هي أصلية أو فرعية؟ أصلية، وهي الفتحة. طيب ما هي الحروف أو الحركات المتولدة من الفتحة؟ تفضل يا شيخ. التي نعتبرها فرعية في الأخير، قلنا الفتحة أصل، ماذا ينوب عن الفتحة في الأخير؟ السؤال لكم أنتم يا شيخ، ينوب عن الفتحة ماذا؟ طيب سننتقل إلى هناك في الأخير، تفضل. ينوب عنها الألف، في ماذا؟ الألف تنوب عن الفتحة في ماذا؟ لا، رأيت رجلين، خلنا نشوف الشبل في الأسماء الخمسة. طيب سنقف على هذا، وغدا إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.